الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا الكون من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيلا، فجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأكارم، يطيب لي في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذه الجمعة الغراء أن أحدثكم في أول خطبة في شهر الصيام، في خطبة بعنوان وما أدراكم ما شهر رمضان. وما أدراكم ما شهر رمضان. أيها الأكارم، يا لها من فرحة عظيمة وسعادة غامرة تحياها الأمة الإسلامية من دورات الزمان السيار والفلك الدوار بحلول شهر رمضان. وها قد جاءنا ضيف عزيز كريم، جاء بالخيرات والبركات، فأكرم به من زائر هو آت. والله إن السماء لتبتهج، وإن الأرض لتصر، وإن رياض المساجد لتفرح، وإن رياض المساجد لتفرح بعبادها وزوارها. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. وقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. هذا جزاء الصائمين لربهم، سعدوا بخير كرامة وجناب. فالله الله في شهر رمضان، الله الله في شهر الجود والإحسان، الله الله في شهر القيام والصيام، الله الله في شهر العطاء والنوال. أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر، ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر. شهر التراويح يا بشرى بطلعته، فالكون في طرب قد ضاع بالنشر. كم راكع بخشوع للإله، وكم من ساجد ودموع العين كالنهر. فاستقبلوا شهركم يا قوم، واستبقوا إلى السعادة والخيرات للوزر. أحيوا لياليه بالأذكار واغتنموا، فليلة القدر خير فيه من دهر. فيه تنزل ملائكة السماء إلى فجر النهار، وهذه فرصة العمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون. أياما معدودات، أياما معدودات، أي أن أيام رمضان أيام سريعة العبور، لا تقبل الفطور، موسمها قصير لا يحتمل التقصير، وهو زائر وضيف غير مقيم، وهو زائر وضيف غير مقيم. أيها الحبيب اللبيب، سيهمس الشيطان في أذنك ويقول عليك شهر طويل فاركد. إن كان مرضة الجن تصفت في شهر رمضان، فإن مرضة الإنس ينشطون في هذا الشهر لإغوائك بالمسلسلات، بالأفلام، بالمباريات، حتى تخرج من هذا الشهر الكريم خالي الوفاض، محملا بالذنوب والأوزار. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له.
خاب وخسر من نزل أرض المغفرة ولم يرجع فيها بسهم، خاب وخسر من شهد مواسم الأرباح ولم يصفر فيها بشيء. ها قد أقيم سوق الطاعات والعبادات لله، والمحروم من نام عن هذا السوق ثم يتساءل بعد انقضائه: لماذا ربح المشمرون ولم أربح معهم؟ كنت نائما. رمضان فرصة العودة والأوبة إلى الله عز وجل. رمضان فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. رمضان هو ربيع الأرواح، رمضان هو ربيع العمر، فيه تتجدد القلوب بالطاعة والإيمان، تتجدد بالصيام والقيام، يتجدد فيه المجتمع بأسره بحسن الصلة والعطف على الفقراء والمساكين وإطعام اليتامى والمحتاجين. لذلك كان يقول عنه الصالحون: مرحبا بالمطهر، موسم المتقين ومتجر الصالحين. كانوا يقولون هذا عن شهر رمضان: مرحبا بالمطهر، موسم المتقين ومتجر الصالحين. فاغتنم وقتك أيها المبارك في هذا الشهر الفضيل، واجتهد فيه وسعك في فعل الطاعات والصالحات، وتذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله حين قال: العمر يمضي، العمر يمضي ويمر، ونصيبك فيه ما كان لله عز وجل. والله هذه كلمة تكتب بماء العيون: العمر يمضي ويمر، ونصيبك فيه ما كان لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، فلو أن قلم الحياة من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، ولو أن ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، يكفيه لقي الله في السماوات العلى، وأنه بحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره، ولكن نور محمد أبدا لن يخسفا. أيها الإخوة الأكارم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال العلماء معقبين على هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له، أي له حظ ونصيب من هذا العمل. فالناس كما تعلمون تثني على المتصدق، ويعظمه الفقراء والمحتاجون، والناس تثني على أهل الصلاة، والناس تثني على من أدى مناسك الحج. عندما يذهب ويأتي يقولون: الحج فلان ذهب، الحج فلان أتى. إلا الصيام، لا أحد يتكلم عن الصائمين. لذلك اختص الله عز وجل الصيام دون سائر العبادات وأضافه لنفسه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا اختص الله عز وجل الصيام دون سائر العبادات؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: ولما كانت أعمال العباد يدخل فيها الرياء اختص الله عز وجل الصيام وأضافه لنفسه، لأن الصيام هو عبادة الإخلاص، لأن الصيام هو عبادة الإخلاص. كل العبادات تؤدى بفعل ظاهر، إذا صليت نراك وأنت تصلي، إذا ذهبت للحج رأيناك وأنت تحج، إذا تصدقت علانية رأيناك وأنت تتصدق. إلا الصيام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. لذلك هي عبادة المخلصين، لذلك اختصه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه جل وعلا. ثم تفضل الله عز وجل على الصائمين فقال: وأنا أجزي به.
قال الإمام المنوي رحمه الله: خص الله عز وجل نفسه بجزاء الصائمين فيه من التشريف والكسرة والسرعة في عطائه لهم جل وعلا. وقال العلماء: عندما قال الله عز وجل وأنا أجزي به، دل ذلك على شرف هذا العطاء. سبحان الله، كل إنسان يعطي على قدره. لو وعدك وزير بهدية غير أن يوعدك رئيس الوزراء بهدية، غير أن يوعدك رئيس الجمهورية بهدية، فما بالك بالله عز وجل. اسرح بخيالك كيفما شئت. قال وأنا أجزي به، دل ذلك على شرف العطاء وشرف الهدية التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. لذلك ذهب كثير من المفسرون في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا أن الصابرون هم الصائمون. لماذا؟ قال لأن الصيام من الصبر، لأن الصيام من الصبر. وقال النبي في الحديث: والصيام جنة، أي وقاية لصاحبه من حدة الشهوات. رسالة إلى الشباب الذين يعانون اليوم من كثرة الشبهات والشهوات: إذا غلبتك شهوتك فعليك بالصوم، لأنه يكسر حدة الشهوات ويضيق مجاري الشيطان، وهو وقاية لصاحبه في الدنيا ويوم القيامة. ويحسون الله عز وجل في هذا الحديث: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن تجر أحدهم عليك بالسباب فقل له إني صائم إني صائم. قال العلماء: الأولى فيها تذكير لك، والثانية فيها تذكير له. تذكر نفسك بأنك صائم، والصائم لا يجوز له أن يتعامل بهذه الأخلاق الدنية، ثم في الثانية تقول له إني صائم، أي تذكره بأنك أيضا صائم. ثم أخبر الله عز وجل أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن ركز بقى معايا، هذا أجرها وثوابها في الآخرة، رائحتها في الآخرة أطيب من ريح المسك. فلا تذهب إلى إخوانك وتقول لهم هذه رائحة فمي وتؤذين بهذه الرائحة وتقول هي أطيب من ريح المسك، ثوابها في الآخرة. لذلك احرص على نظافة فمك قدر الاستطاعة. إذا استخدمت المعجون فاستخدمه بحرص دون أن يدخل شيء في جوفك. إذا استخدمت السواك في هذه الأيام المباركة فلا شيء عليك إن شاء الله عز وجل. ثم يختم الله عز وجل في الحديث القدسي ويقول: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره في الدنيا وفرحة عند لقاء ربه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا فرحة الدنيا وأن يرزقنا فرحة الآخرة، وأن يجعلني وإياكم من أهل باب الريان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الفضيل ممن صامه حق الصيام وقامه حق القيام. اللهم نبهنا فيه عن غفلة الغافلين، واجعلنا فيه من عبادك المخلصين العابدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اجعله شهر عز ونصر لإخواننا في غزة. اللهم ادفع عنهم العوادي ورد كيد عدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم سلم أهل غزة، اللهم سلم غزة في أهلها ديارها، واجعلها قبلة للموحدين. اللهم أعزهم وانصرهم وأيدهم بنصرك يا عزيز يا حكيم، وارزقنا صلاة في مصر حبيبك، واجبر تكسيرنا في حقهم يا كريم يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.